الخير الذي فهمته وحفظته وعرفته بلغ الآخرين، زوجك، أهلك، جارك، قريبك، من يتيسر لك أن تخبره، حتى تكون بإذن الله سبحانه وتعالى هاديا مهديا. يقول هذا السائل سوداني مقيم بالرياض: أنا علي ديون كثيرة، هل يمكنني أن أذهب وأأتي بعمرة مع أنني لم أعتمر طول حياتي؟ الله جل وعلا قال: من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الله لم يكلفك بالحج والعمرة وأنت لا تستطيع، وعندك ديون تعجز عن سدادها، لم يكلفك الله بذلك. فابدأ بسداد الديون، فإذا سددت الديون وبقي عندك مال تستطيع به الحج والعمرة فإنك تحج وتعتمر. نعم.